بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، حيا الله جميعكم إخوة وأخوات. طبعا السيشن دي هتبقى عن اللاب بتاع الفريم ريلي، اللي هو طبعا عمل مشكلة معانا في المحاضرة. طبعا السبب زي ما قلنا وأشرت على الجروب هو بشقين، شق يخص الفريم ريلي وشق يخص البرنامج الإيف. عموما تعالى نبدأ الموضوع من البداية خالص عشان تعرف الدنيا هتمشي ازاي. هنضيف الثلاث رواتب بتوعنا، حدد الاي او اس، ونضيف سيريال جروب 1، ونعمل سيف. نضيف طبعا ثلاثة هنا وسيف، وادي معانا زي ما كان 32 فوق 33 تحت عشان عبد الرحمن ما يزعلش، وادي الراوتر اللي في النص ده هنسميه الفريم ريلي سويتش. ونبتدي نوصل زي ما كنا موصلين سيريال واحد على واحد في كل الرواتر. ادي سيريال واحد على واحد في راوتر 1، وسيريال واحد على زيرو في الفريم ريلي. سيف. حابب بما ان انا بوصل دلوقتي اشير لحاجة، احيانا ممكن تكون فعلا وصلت بس برنامج الايف محسش بالتوصيلة بين الجهازين او ما بين الراوترين، فعشان كده كان بيطلع لك رسالة اب داون. لذلك كانت دعاء سألتني بتقول لي انا عندي اب داون، مع ان انا مغيرة هنا فريم ريلي وهنا فريم ريلي. النتيجة او السبب في كده كان ان الراوترين هم على الصورة كده متوصلين، بس برنامج الايف ما كانش حاسس بالتوصيل. طب لما يحصل ده اعمل ايه؟ اقوم طافي الراوترين واشيل اللينكة واوصلها مرة تانية. تمام، خلينا نشوف، يا رب تحصل عشان تبقى شايفينها قدامكم. ادي هنا دي هتبقى كانت سيريال واحد على واحد فوق، وسيريال واحد على اتنين الفريم ريلي سويتش. واللينك الأخيرة سيريال واحد على واحد هنا، وسيريال واحد على واحد هنا، وسيف. طبعا زي ما اتفقنا الفريم ريلي قائم على الدلسي، هيبقى عندي 2 دلسي هيتم ارسالهم لراوتر 1. وليكن هنا عندي ادي الدلسي 132، دي اللي هتوديني فين؟ هنا. طيب الدلسي اللي هترجعني تاني من 32 ل 1 وليكن طبعا 321 زي ما كنا عاملينها بالظبط اهو. الدلسي اللي هتوديني ل 33 ادي 133، والدلس اللي هترجعني تاني من 33 لواحد هي دي، هي دي الشكل. تعال نبدأ نكونفيجر الفريم ريلي سويتش. اللي عملنا له كونفيجريشن هو احنا عملناه بشكل صحيح 100% بفضل الله، لكن المشكلة ما كانتش في الكونفيجريشن نفسها. اما المشكلة كانت فين؟ تعال نشتغل ونشوف المشكلة كانت فين. هنشغل الراوتر، فريم ريلي سويتش، نفتح نسيبه شوية عشان يشتغل، نقوم ده كمان، نقوم ده كمان، نقوم ده كمان، نيجي الفريم نو. Enable conft host frame OFR dash switch. نخش بقى، قبل ما نخش نكتب الكوماند بتاعنا frame relay switching.
ونجيب كمان الكوماند عشان حضراتكم يعني ما تتعبوش. ادي الفريم ريلاي سويتش، نجيب نوت باد فريم ريلاي سويتش ونحط الكوماند بتاعته. ده اول كوماند. نيجي للتوبولوجي، هنخش تحت الانترفيس سيريال 10. انترفيس سيريال 10 انتر سيريال 10، هنغير الانكابسوليشن للفريم ريلاي. بعد كده هنغير الانترفيس تايب فريم ريلاي انترفيس تايب دي سي اي، وبعدين نعمل الفريم ريلاي راوت فريم ريلاي راوت. دلوقتي اول دلسي اللي هي 132 هتوديني فين؟ هنا اقول له فريم ريلاي راوت 132. ال 132 دي هترمينا على انهي انترفيس؟ سيريال 1 على 2. انترفيس سيريال 1 على 2. طيب سيريال انترفيس، الانترفيس سيريال 1 على 2 دي الدلسي اللي هترجعني تاني كام؟ 321. اكتب ده أول واحد. بعدين فريم ريلاي راوت الدلس الثانية اللي هي كام؟ 133. دي هترمينا على أنهي انترفيس؟ مظبوط سيريال 1 1. انترفيس سيريال 1 1. طيب سيريال 1 1 ايه الدلس اللي هترجعني تاني أو هتجيبني تاني هنا؟ اهو 131. دن ونوشا وتمام. نخش بعد كده او قبل ما ندخل خلينا نجيب الكوماند شو ران انترفيس سيريال 10، ناخدهم كده ونعمل لهم بيست. تمام، لو انت خدت الكوماند دي كوبي بيست ما تنساش تعمل نو شت داون للانترفيس. ماشي، اه دي انا كمان هكتبها لك اهو نو شت. طيب نكمل. ده اول انترفيس معايا. الانترفيس التانية اللي هي سيريال 1 2، انترفيس سيريال 1 2 نفس الكلام هنا encapsulation frame relay interface type DCE، ونعمل الفريم ريلاي راوت. هنا الانترفيس دي مين الدلسي بتاعها؟ 321. هيرميني على انهي انترفيس؟ سيريال 1 على 0 اللي الدلسي بتاعها كام؟ 32. يبقى كام؟ 321. هيرميني على انترفيس سيريال 1 0 اللي الدلس بتاعها 132. دن نو شت داون ودن ادي دو شو ران سيكشن او انترفيس سيريال 1 على 2. ادي انترفيس سيريال 1 على 2، وما تنساش نو شت داون. نيجي لاخر انترفيس اللي هي سيريال 1 1، انترفيس سيريال 1 1. طيب ناخد الانكابسوليشن ودي سي اي والراوت فريم ريلاي راوت. مين الدلسي بتاع سيريال 1 على 1؟ 331. هيرمينا على انهي انترفيس؟ سيريال 1 على 0. الدلسي بتاعها كام هنا اللي اصلا جابني في الاول هنا؟ 133. انتر دبليو ار ودن كده انا خلصت مهمتي فين؟ في الفريم ريلاي سويتش. نسيبه تحت ونرجع او نروح لراوتر 1.
هنا بقى الكي بوينت اللي احنا ما قلناهوش في المحاضره، ان مجرد ما تقوم راوتر 1 وتغير الانكابسوليشن للفريم ريلاي وتقول له نو شت داون، مش هيبعت الدلسي على طول. يعني الفريم ريلاي سويتش هنا مش هيبعت التو دلسي لراوتر 1 اوتوماتيك كده وانس ان انت تقول له نو شت داون. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك لو الانترفيس دي ودي داون، اللي هم اصلا الدلسي دي مرتبطه بدي والدلسي دي مرتبطه بدي، ولو الانترفيس دي داون الراجل ده مش هيبعت الدلسي للراجل ده، ولو الانترفيس دي داون الدلسي دي مش هتوصل للراجل ده. طب حلو، لو انا جيت هنا عملت دي اب شغلتها وما شغلتش دي، دي ستيل داون، قال لي الراجل ده هيبعت فقط مين لراوتر 1؟ 132 بس اللي هتوصل هنا. لو الاثنين بقوا اب يبقى الفريم ريلي سويتش هيبعت كمان الدلسي 133، ويبقى راوتر 1 عنده الاثنين. لو دي داون ودي داون مفيش اي دلسي هتتبعت لراوتر 1، والعكس بالعكس. تعال نشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده. الفريم ريلي كده خلاص خلصنا منه، راوتر 1 انيبل كونف تي انترفيس سيريال 1 1، خلينا نقول له دي شو ران الاول، ادي ران انترفيس سيريال 1 1 على راوتر 1، ما اتعملهاش لسه انكابسوليشن. خش نعمل انكابسوليشن انترفيس سيريال 1 1. على فكره موضوع الدلسي هيوصل بغض النظر ان الانترفيس واخده اي بي ادرس او مش واخده، يعني حتى لو الانترفيس مش واخده اي بي ادرس طالما اللينك اب اب هنا اب اب وهنا اب 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 الدنيا هتشتغل. نشوف نقول له نو اي بي ادرس اهو، وبعدين نقول له انكابسوليشن فريم ريلاي، نقول له نو شت داون. دلوقتي اللينك اهو بقت اب، لازم على الفريم ريلاي يحس بالاب هنا يعمل له ديتكتنج ويظهر ستيل. يعني بص اهو اول ما الانترفيس قامت فهنا بقت ايه اب، ده دليل ان التوصيله على الورق او على الصوره صح، والبرنامج شافها فعلا متوصل، بدليل ان هو حس بالايه باللينك اللي قدامه اهو. يبقى اب هنا لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف تاني هيقول لك اب اب، ادي اب اب. طيب هل معناه دلوقتي ان الفريم ريلي هيبعت الدلسي؟ تعال نشوف، قول له دو شو فريم بي في سي، مفيش حاجه فاضيه اهو، تيبل فاضي. طيب تعال نروح الناحية التانية ونعمل راوتر 32. نو انيبل كونف تي هوست راوتر 32. اوكي احنا خلصنا هنا النوت بتاعت الفريم ريلاي انترفيس سيريال 1 0 1 2. خلينا نجيب 1 3 كمان عشان تبقى معاكم كاملة. We should run interface serial 1 1. ونمد خط وخلاص كده نسيبها. نرجع ل 32 ونقوم اللينك سيريال 1 على 1 بان احنا نغير الانكابسوليشن لايه؟ لفريم ريلاي. ادي 32 انترفيس سيريال 1 1 انكابسوليشن كم اون فريم ريلاي اند نو شت داون.
دلوقتي زي ما دي هتبقى اب، المفروض الفريم ريلاي يديتكت ان الانترفيس اللي معاه بقت اب. ادي اب لسه ما حسش بيه، شايف كده حس بيه كده، هو شايف ان هو فعلا متوصل باللينك. طيب زي ما انت قلت لي دلوقتي، هل راوتر 1 هياخد الديل سي 132؟ تعال نشوف اهو، ادي خد ديل سي كام؟ 132. طيب ما خدش 133 ليه؟ لان الانترفيس اللي قصاده هنا لسه ما بقتش اب. نروح ل 33، host router 13 interface serial 11 encapsulation frame relay and no shot. نخلي الاثنين جنب بعض اهو، ده بقى اب ودلوقتي ايه يحس بيه. شكله كده ايه محسش بيها، واضح ان اللينكة متوصلة بس على الصورة، بدليل ان لو جيت على الفريم ريلي سويتش هنا. طبعا دي اللي معلوماتك، يعني لما تيجي تطبق وتحصل مشكلة زي كده في الكواليس انت هتفضل تلف حوالين نفسك، طب انا شغلي صح؟ طب ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان الحاجة دي مش بايدك، يعني حاجة في البرنامج اللعين ده. فاقوله دو شو اي بي انترفيس بريف سيريال 1/1، هنا رابطه مع كام؟ مع 1/1. هتلاقي الفريم ريلي 1/1. او ذاتس ماي باد، سوري. انا اصلا عامل شت داون للانترفيس. انترفيس سيريال 11 نو شات. ولكن اذا فرض وحصل انه ما شافهاش، بتقوم طافي الراوتر بعد ما تحفظ اعداداتك طبعا، وتقوم قاطع اللينك اللي هي على الصوره دي وتوصلها من جديد وتحاول مره تانية. طيب يعني الراوتر 33 المفروض يديني رساله اب اب كمان دلوقتي. ادي الرساله بقت اب اب كده، بقى الثلاثه ايه اوكي. يبقى دلوقتي الفريم ريلي سويتش هيبعت في الحاله دي ايه الدلسي الثانيه لمين؟ للراوتر 1. نشوف ادي دلسي 133، يبقى انا عندي ال 132 دلوقتي وال 133 الاثنين مع بعضهم. طب الناحيه الثانيه اللي كل واحد هيوصل له كام دلسي؟ دلسي واحد، ودي اللي اتفقنا عليه. ادي راوتر 32 دو شو فريم بي في سي، ادي عندي 321 اللي هي على الشكل هنا. راوتر 33 دو شو فريم بي في سي، هتلاقي ادي 331 اللي على الشكل هنا. طيب تعالى بقى ايه، خلاص الفريم ريلي دلوقتي انا مش محتاجه، ال دبليو ار نشيله خالص من الصوره، نعمل اكسبورت بس للكونفيجريشن عشان ربما نحتاجها بعد كده. نحط الاي بي ادريسز، كان راوتر 1 عليه الاي بي كام؟ اي بي ادريس ده 231.1، انترفيس اكشلي انا جواه تعالوا دي دبليو ار. على راوتر 32 نخلي الادرس كام زي ما اتفقنا، 32 دي دبليو ار. على 33 هيبقى 33 دي دبليو ار. اوكي يبقى كده انا عندي ايه سبنت في النص كده هنا، نعمل ده
kitabını ekledim. Sabnet اللي موجود ولام من الناس دول هو كام؟ 192.0.231.0/24. طيب حلو خالص. معنى كده هل راوتر 1 يقدر يبنج على 32؟ اه يقدر. راوتر 1 يقدر يبنج على 33؟ يقدر. هل 32 يقدر يبنج على 33؟ نو ما يقدرش. طيب تعالى نشوف ايه القصه دي. قلنا له دو بينج ادي 32 معايا ريبلاي، 33 معايا ريبلاي. طيب تعالى من راوتر 32 نبنج على 33، مفيش بنج. ليه؟ لانه ببساطه شديده ما عندهوش او ما يعرفش الدلتي اللي توصله للحته دي. طيب هنحلها ازاي دي؟ هقول له ببساطه تحت السيريال انترفيس 11 يا راوتر 32 نفس الدلتي اللي بتوصلك لراوتر 1 استخدمها عشان توصلك للراجل ده. طب ازاي؟ ما هو الراجل ده مش متصل بده دايركت. اه ما هو قال لي البنجه هتوصل هنا وراوتر 1 ايه يرجعها هنا تاني. طب ازاي هنعمل ده؟ تعال نشوف. راوتر 32 تحت الانترفيس سيريال 1/1 هنقول له فريم ريلي ماب اي بي، وانا على 32 دلوقتي اكتب الاي بي ادرس بتاع 33 اللي انا كنت بحاول ابنج عليه ده من شويه، واكتب له ايه؟ الدلسي اللي هتوديني هنا. الدلسي اللي بتجيبني هنا اصلا ايه؟ مش 321 اللي انا بستخدمها عشان اوصل للراوتر 1، فانا هكتب نفس الدلسي 321 دو دبليو ار، هاجي على 33 واعكس العمليه. هقول له عشان توصل للاي بي بتاع 32 استخدم الدلسي اللي انت بتطلع بيها تروح بيها الراوتر 1، وهو راوتر 1 هيوصلك. الدلسي كانت كام؟ 331 دو دبليو ار. طيب دلوقتي يقدر 32 يبنج 33؟ تعال نشوف. ادي الريبلاي موجود، ولو عملت بنج 33 هيرد مفيش اي مشكله. يبقى دلوقتي فاضل ان انت تشغل الاي جي ار بي بتاعك بدون اي بروبلم. احنا قلنا ان احنا هنكريت لوب باك على راوتر 32 وعلى راوتر 33 ونشغل الاي جي ار بي عليهم بحيث نعمل عمليه راوتنج. طبعا اللوب باك هنا دي كانها شبكه وفيها هنا موظفين ناس قاعدين عايزين يكلموا الناس اللي موجودين هنا، محتاج راوتنج يشتغل معاهم. طيب نشغل الاي جي ار بي. نكريت اول اللوب باك، كنا اتفقنا ان اللوب باك هتبقى بالشكل ده 32.1 راوتر 32 و 33 على راوتر 33. ونشغل الاي جي ار بي بتاعنا. اتفقنا ان احنا هنشغل الاي جي ار بي ايه؟ النيمد مود. طيب ادي راوتر 1، اقول له راوتر، نشوف الاول اي جي ار بي موجود ولا لا. دي شو ران سيكشن اي جي ار بي، انا عندي راوتر اي جي ار بي القديم خالص انا هلغيه. اكشلي ذير از ا كوماند ممكن تعمل ابديت للراجل ده اللي هو الكلاسيك، تعمل له ابديت عشان يبقى نيمد. ايه الكلام ده؟ طبعا
ده مش هتلاقيه في السلايد عندك. هنقول له راوتر اي جي ار بي 100 يثينك ان هو اي جي ار بي ابجريد سي ال اي، واكتب الايه اسم الاي جي ار بي نيم اللي انا عايز ايه اخليه، وليكن مثلا خليه سيسكو. بيقول لي هنا the configuration will be converted from router EHRB 100 to router EHRB Cisco. Are you sure you want to proceed? أقول له إيه؟ Yes, I'm sure. طيب نيجي نقول له تاني هنا do show run section EHRB. لاحظ بقى إن router EHRB بقى كام؟ بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه Cisco. والأدرس فاميلي اللي إحنا شرحناه واتكلمنا عنه للـ IPv4. وادي الاوتونوموس سيستم كام 100. كنا عملنا فاريانس في اللاب اللي قبله في المحاضره اللي قبلها بحيث الراجل ده يطبق الان ايكوال. ادي الفاريانس موجوده فين زي ما اتفقنا تحت التوبولوجي بيس، ولو عندك ريديستريبيوشن هيبقى تحت التوبولوجي بيس. طيب لو في سمري ادرس وايه كمان اوثنتيكيشن وسبليت هورايزون دي بتعملها فين؟ تحت مستوى الايه الاي اف انترفيس زي ما هنشوف كمان شويه. خلينا نعلن عن الشبكه هنا كام اللي ما بين راوتر 1 و 32 و 33. خلينا نعلن عنها. ادي طبعا انت بتعلن فين في انهي مود بالظبط؟ بتبقى تحت الادرس فاميلي دايركت. نقول له network 192.0.231.0 enter dwr. نيجي بعد كده نطبق النيمد مود على 32 و 33. طب ممكن حد يتساءل سؤال، هو ممكن انا لو طبقت هنا نيمد مود وهنا كلاسيك مود هنا كلاسيك مود اللي هو القديم هيشتغل؟ اه هيشتغل. طيب مش هنتطرق لدي دلوقتي. ادي 32 network 192.0 وادي الادجيسنسي الجميل ظهر معايا. 33 نفس الكلام. ونتورك وادي الادجيسنسي حصل. طيب ممتاز. يبقى راوتر 1 شايف كام نيبر؟ شايف 2 نيبر. تو شو اي بي اي اج ار بي نيبر. ادي عندي 33 وعندي 32. تعال بقى نخلي 32 و 33 يعلنوا عن اللوب باك اللي موجود عندهم. 32 تو شو ران، شو اللي مش محتاج انا دلوقتي؟ هقول له على طول نتورك 172.0 WR network 33 WR. طيب دلوقتي كده راوتر 32 اعلن عن اللي عنده، 33 اعلن عن اللي عنده. نيجي نشوف الراوتنج تيبل بتاع راوتر 1 دو شو اي بي راوت يا جار بي. كده انا عندي اهو 32 وعندي 33. هل معناه ان انا اقدر ابنج؟ تعال نشوف. طبعا تقدر تبنج 172.32.0.1 معايا ريبلاي، و 33.0.1 معايا ريبلاي. الفكره هنا او الكي بوينت ان 33 مش هيشوف اللوب باك بتاع 32 والعكس بالعكس. طيب نيجي نشوف شو اي بي راوت يا جار بي ادي 32 شايف الاكسترنال راوت اللي جايبه له ار 1 و 172.1 اللوب باك بتاعت راوتر 1 سو اند سو فورس. بس انت هل شايف 172 33؟ لا مش موجود. وكمان على 33 مش هتلاقيه، مش هتلاقي شبكه 32 بشو اي بي راوت.
يا جار بي مش هتلاقي 33. ليه؟ لان ببساطه محتاج تعطل هنا الايه السبليت هورايزون على الانترفيس سيريال 1 1. طيب يبقى تعطيل السبليت هورايزون وتفعيلها بيبقى في انهي مود؟ في الاي جار بي نيمد مود زي ما اتفقنا تحت الاي اف انترفيسز. طيب دي شو ران سيكشن اي جار بي، خش هنا وبعدين نقول بقى اي اف انترفيس، حدد بقى الانترفيس دلوقتي سيريال 1 1. هنا ستيل ان انت تحت الاي جار بي وكتبت له الانترفيس اللي انت هتلغي عليها السبليت هورايزون. في الكلاسيك مود انت ما كنتش بتعمل ده، انت كنت بتروح تحت الانترفيس نفسها انترفيس سيريال 1 على 1 زي ما قلنا، تقول له نو اي بي سبليت هورايزون اي جار بي ما اعرفش كام. هنا كله في حته واحده، انا هقول له ايه نو سبليت هورايزون، حاجه ثانيه ما فيش، انتر دبليو ار وخلاص. يجي دلوقتي راوتر 33 المفروض يشوف اللوب باك اللي عند 32 و32 يشوف لوب باك 33، يعني 32 المفروض ادي اهو شايف كام 33 و33 يشوف 32. هل 33 يقدر يبنج لوب باك 32؟ اي نو. وادي الريبلاي. اوكي ده الحوار بتاع الاي جار بي اوفر دي فريم ريلاي. خليك فاكر ان انت لما تكونفجر الفريم ريلاي تخلي كله اب عشان ياخد كله الدلسي، مفيش حاجه تقع منك. ولو لقيت في ناحيه اب وداون شيل اللينكه وحطها تاني، بس طبعا تتاكد ان انت عامل فعلا الانكابسوليشن صح وحاطط نوش الداون على الانترفيسز قبل ما تعمل الخطوة دي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.